الدنيا دركا بركي من نهار بدات حملة الحصاد والدرس ما عندناش وقت. Les unités principales, donc avec un agré, avec deux agrés, une simple mission d'attaque. Cinq coronavirus avec tout le staff, que ce soit moyen matériel. Donc juste, on va vous donner quelques... 6045 hectares de forêt. Donc la wilaya de la prévention. Donc la prévention des préparatifs, le facteur numéro 1. اليوم على مستوى ولاية البويرة ومن خلال إعطاء الفعاليات أو الطلقة الرسمية للحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ارتأت المديرية العامة للحماية المدنية عن طريق مديرية تنظيم وتنسيق الإسعافات ومديرية الوقاية بتنظيم هذا التمرين الافتراضي المتعلق بتقنيات وطرق إخماد حريق غابة على مستوى مكان صعب التضاريس فيه ويمس ويشكل خطورة على منطقة سكنية. طبعا هذا التمرين أتى بعد انتهاء من دورة تكوينية لعدد معتبر جدا من ضباط الحماية المدنية في اختصاص مكافحة حريق الغابات من مستوى ثالث وعددهم يقارب 100 ضابط من الحماية المدنية. طبعا هذا التمرين كذلك يأتي بعد مرور تقريبا 3 سنوات من دخول حيز الخدمة الطائرات الهليكوبتر والطائرات العمودية في إخماد حرائق الغابات خاصة في الأماكن صعبة التداريس والأماكن التي يصعب أن تصل إليها شاحنات الإخماد وكذلك أعوان الحماية المدنية من أجل القياس مدى نجاعة هذا التنسيق بين الإمكانيات البرية الأتال المتنقلة التي ارتفعت من مناسبة إلى 65 رتل متنقل في كل ولاية لديها رتل أو رتلين متنقلين، ضف إلى ذلك هذه الطائرات العمودية التي أضافت الكثير للإمكانيات البرية في التحكم وإخماد والتقليل من حرائق الغابات خاصة الخاسئة. لكن المديرية العامة للحماية المدنية من جراء كل هذه التجهيزات العملية من موارد بشرية وإمكانيات مادية تعول كثيرا على الجانب الوقائي التحسيسي في وعي المواطنين خاصة الفئة الخاصة القاطنة بقرب من الغابات أو في وسط الغابات وخاصة كذلك الفئة التي تقوم باستغلال هذه الغابات في كيفية حماية هذه الثروة الغابية وكيفية تجسيد وتطبيق التدابير الوقائية للحد والتقليل من نشوب الحرائق. اليوم تم انطلاق الحملة التحسيسية التوعوية الخاصة من الوقاية من حرائق الغابات التي أشرف عليها السيد المدير العام رفقة سيد والي ولاية البويرة. تهدف هذه الحملة لتحسيس المواطنين خاصة سكان محاذاة الغابات على مستوى كل التراب الوطني من أجل التصرف الإيجابي حتى نتفادوا الحاصلات المسجلة خلال السنوات الماضية اللي كانت مرتفعة. التصرف الإيجابي راح يسمح لنا بدون شك من التقليل بفضل معرفة ما يجب فعله قبل في الجانب الوقائي وأيضا أثناء حتى المواطنين يحموا أنفسهم. بهذه الطريقة بدون شك راح يتمكنوا من التقليل من الضحايا. أيضا فيه أيضا جانب ثاني هو كان تمرين افتراضي اليوم للوقوف على مدى جاهزية الأرتال المتنقلة المتكلفة بمكافحة حرائق الغابات، وأيضا كيفية التنسيق والتعاون مع الإسعافات الجوية اللي تتدخل للضرورة حتى تقدم الدعم الإضافي والضروري للوحدات التدخلية الأرضية. هذا التنسيق العملي راح بدون شك يسمح لنا أن التدخلات عنا تكون أكثر نجاعة من جانب العمليات، ونتمكنوا في وقت وجيز من التحكم حتى في الأوضاع الصعبة. الإسعافات الجوية تتدخل لما تكون حاجة ملحة، لأن عندها دور هام ودور خاص بها اللي يسمح لها أنها تكون تقدم الإضافة ضرورية للفرق الأرضية. بالنسبة للجانب العملي احنا رانا تقريبا نقولوا كل ولايات الان راهي عندها رتم متنقل تاعها. الموسم الماضي كان عندنا 37 رتم، زدنا ضفنا 28 رتم متنقل اخر اللي اصبح الان عندنا في كل ولايه رتم خاص بها، بالاضافه عندها كثافه غابيه كبيره زدنا دعمناها برتم اضافي. كاين ولايات اللي فيها حتى 3 أرتال متنقله، وبالتالي بالنسبه للامكانيات الماديه راه متوفره في على كل القدر الوطني. ضيف الى ذلك الامكانيات تاع الوحده الجويه وين حطينا 4 طائرات هليكوبتر، خلينا 2 باش نواسيو للحالات الاستعجاليه على المستوى الوطني. هذا بالنسبه للامكانيات الماديه. اليوم كذلك حبينا نزيدوا نحطوا كل الافراد تاعنا ونأهلوهم يعني على المستوى التطبيقي. عندنا حوالي 100 ضابط تخرج اليوم فيما يخص حرائق الغابات مستوى 3. الان رانا بصدد القيام بتمارين عمليه باش نوقفوا على جاهزيتهم واستعدادهم التام لهذه الحمله. À partir du jour à partir du 15 ce sera une campagne nationale qui sera lancée à travers toutes les wilayas تاعنا.